السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان كديرين، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. الإخوان اليوم إن شاء الله جينا عند سي عثمان الدريوشي. سي عثمان غني عن التعريف، جينا عنده المدينة ديال الدريوش، إقليم ديال الناظور. وبصراحة جينا عند السيد وتعامل معنا مزيان. سي عثمان بلا ما نقول لكم شكون، راه معروف هو عبر وسائل التواصل والسوشيال ميديا. المهم حنا راه جينا مدينة ديال الخميسات باش نشوفوا هذا السيد وتعرفنا عليه، وحنا بحكم تنحبوه وكيحبوه جميع الناس. جينا للدريوش وحبينا الحمد لله، عطانا وقت ويعني درنا واحد الاستقبال اللي هو ما كناش كنتصوروه. وبصراحه الناس ديال الريف كاملين استقبلونا واحد الاستقبال اللي هو زوين، وتعامل ويعني الناس في شكل داكشي اللي كنا كنتصوروه هو اللي كاين. هادي اللي كتشوفوا برا، جينا بهاد المبروكه هادي، من لا يعرفها سياره مرسيدس الكوكوا اللي معروفه علينا كنخدموها الحمد لله. اجينا ضربنا بها الطراجي هذا الحمد لله بدون اي مشاكل، ما كاين حتى شي حاجه والحمد لله الطريق تيسرات لينا. ودابا ان شاء الله راه حنا خرجنا من الدريوش، الدريوش راه خلينا هكا، وحنا غادي ان شاء الله للناظور باذن الله، ونتمنى والله يوصلنا بخير وعلى خير. هذا الفيديو الاخوان درناه قصير ودرناه يعني خصيصا للسي عثمان الدريوشي، وراه كنوجه لك واحد التحيه هذا المنبر هذا، وطلعنا في راسك ان شاء الله ونشوفوك مره احسن من هذه ان شاء الله باذن الله.